السلام، نتمنى نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا على خير وبخير. سلوى زهران ممثله مغربيه من مواليد سنه 1994 بالدار البيضاء، العمر ديالها حاليا هو 28 سنه. سلوى كتعتبر من انجح الممثلات الصاعدات بحيث حققت نجاح كبير في ظرف وجيز. اول عمل لها كان هو المشاركه في مسلسل دموع ورده اللي تم عرضه في القناه الاولى سنه 2019، وسلوى شاركت في البطوله ديالو، وهذه كانت هي البدايه ديالها في عالم التمثيل. وفي 2020 شاركت في مسلسل السر المدفون، بحيث سلوى لعبت دور كضابطة من رجال الأمن واللي غادي يفتحوا قضية قتل ظلت دون حل لمدة 10 سنوات. كنت قلتي لنا داك الخاتم اللي في يدك شراه لك عمر ياك؟ اه. شنو هو عمر دابا شرجوش خواتم اللي يكون عالية؟ وفي 2021 شاركت في أول فيلم ليها تحت عنوان شمس العشية، واللي تم عرضه على قاعات السينما في 25 أكتوبر 2021، واللي سلوى شاركت في البطولة دياله. وفي نفس العام شاركت في المسلسل التلفزي السر القديم، وكذلك مسلسل البيوت أسرار واللي كتدور أحداثه حول مجموعة من القصص والأسرار لمجموعة من العائلات المغربية. خطير أحمدي، ما حسبش أنت بحركة. أنا حبيبك ماشي عدوك. ملي غتكوني غدا امل الخطبه غدي معك لطيفه. وهادشي اللي كان كيتعتبر تحفيز كبير بالنسبه لسلوى، وحاليا سلوى شاركت في بطوله واحد من انجح واشهر المسلسلات الرمضانيه اللي كيدوزوا في هذا العام مع ممثلين كبار بحال امين الناجي ومريم الزعيمي ودنيا بوطازوج وغيرهم من الممثلين. هذا المسلسل كاملين سمعنا به، مسلسل المكتوب، هادشي اللي ساهم في شهره سلوى عند المغاربه، علما ان هذا المسلسل كيتم عرضه على القناه التلفزيونيه المغربيه دوزان، وان هذا المسلسل حقق نسب مشاهده عاليه بعد ما جذب انتباه واحد الفئه كبيره من الجمهور المغربي. وما نساوش ان كذلك المسلسل حقق نسب مشاهده عاليه على منصه اليوتيوب. بالنسبه لخبر زواجها بالممثل سعد موفق، هذا غير خبر زائف وغير كذوب، وما كاين حتى شي حاجه كتاكد هذا الخبر. حاليا سلوى عندها 468,000 مشترك على منصه الانستغرام. سو هادشي اللي كاين هنا، غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تعطوا واحد لايك، تشاركوا في لاشين، وتكتبوا لنا كومونتير على الراي ديالكم في هذا الفيديو. وما تنساوش تكتبوا لنا على شنو هي الشخصيه اللي بغيتوا نهضروا عليها في الفيديو الجاي. سو هادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم كاملين.